فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها دم، فهل يأخذ حكم دم النفاس أو دم الفساد؟ إذا تمل 81 يوم يأخذ دم النفاس، لأنه صار مضغة، لأنه تحول إلى مضغة في 40 الثالثة. في 40 الثالثة دخل 40 الثالثة، 80 يوم، 40 و40، 40 دور النطفة و40 دور المضغة، و40 الثالثة دور التخليق والتفريض. فإذا دخل 40 الثالثة وسقط فإنها وصار بعده دم تكون نفساء. أما إذا سقط في 40 الثانية أو في 40 الأولى فليس نفاسا، وإنما هو نزيف، تستعمله مثل الاستحاضة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.